أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. مسيرة الأمة الإسلامية، ودائما الأمة لها هذا المنحنى، حينما تشيع فيها المعرفة والعلوم تكون راقية، وحينما تغيب العلوم يأتي بعد ذلك الاندحار والانكسار والانهزام، ويقنع الناس بالخرافة وبالدجل وبالتهريج. هذا هو مقياس حضارتنا. وذلك حينما نلتقي نحن جميعا بهذه الأعداد من الطلاب، بهؤلاء الإخوة من الأساتذة من الشيوخ، بالذكور والإناث، نعتقد أننا نلتقي حول مشروع كبير للأمة. أمتنا الإسلامية عانت من هذا الفصام والفراق بين العلم الشرعي والأمة، وقد اجتهد الاستعمار الفرنسي على أن يحول بين الناس وبين المعرفة، فوقع ما وقع. وكل ما يقع الآن من اختلالات، ليس العلم الشرعي مسؤولا عن شيء من ذلك، إنما وقع من اختلال ومن اضطراب، كل ذلك وقع في ظل غياب المؤسسة العلمية الشرعية، في ظل سكوت القرويين. وقد أراد الاستعمار اجتهد على أن يخمد أنفاسه، ولكن هذا العلم الشرعي مرات أنقذ حياة الأمة. في لقاء مقبل إن شاء الله، في درس مقبل إن شاء الله، سوف أعرض إن شاء الله للجهد الذي بذله الفقهاء المالكية خصوصا في تونس وفي شمال إفريقيا من أجل حماية العقيدة السنية والمذهب، وهو الذي ثبت هذا الدين. وحينما كان الناس يجدون ابن أبي زيد القيرواني، ابن أبي زيد القيرواني حينما ألف كتابه كان في خضم خصومة كبيرة وصراع مع الفاطميين، وكان يجمع الناس وكان يعلم وكان يعطي الطلبة من ماله من أجل أن يثبتوا على مالكيتهم، ولم يستطع الفاطميون يومئذ أن يذهبوا أبعد، لكن تراجعوا ورجعوا إلى مصر، ولم يعلن الفاطميون كل عقيدتهم وهم في شمال إفريقيا وأمام الفقهاء جهابذة المالكية، لم يستطيعوا أن يعلنوا أكثر من ذلك وتراجعوا. وما قال قائلهم، ما قال ابن هاني حينما كان يقول للمعز لدين الله الفاطمي: ما شئت لا ما شأت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، لم يقل هذا الكلام في شمال إفريقيا، ولم يقبل منه مثل هذا الكلام، لأن هناك علماء مثلوا الحصن المنيع. ودائما يجب أن يكون العلماء في هذا الموقف، أي موقف المدافعة وتصحيح لمسار الأمة، لأن الأمة يمكن أن يعبث بها عابث عن قصد أو عن غير قصد، ولكن العلماء حينما يوجدون وحينما يدرسون العلوم الشرعية الحق، العقيدة كما هي، الفقه كما هو، وحينما يجتمعون جماعة حول مشروع واحد، ويتخلى كل واحد عن نفسه وعن ذاتيته وعن أنانيته، سينجز شيئا كبيرا. الحمد لله، هؤلاء الطلبة الذين تخرجوا في لحظة من اللحظات من ألطاف الله تعالى، تخرجوا وانداحوا الآن في الأرض، ذهبوا إلى أوروبا، ذهبوا إلى، ولكنهم خففوا من ذلك، من غلواء ما نعرفه الآن من التشدد والتطرف، إن التشدد لا يستطيع أن يواجهه إلا العالم. التطرف لا يواجه بسلاح آخر، يواجه بالعلم. وحينما وجد هؤلاء الناس، ردوا الناس إلى الصواب وإلى المنهج الصحيح،
والآن نأمل إن شاء الله أن يكون في هؤلاء الطلبة في العلماء الذين يتخرجون، وهؤلاء فعلا علماء، علماء لأنهم يدرسون العلم، لأنهم لا يكتفون بأخذ الشهادات. الذي يأخذ الشهادة بغير علم هذا كلابس ثوب يزور، يزور على الأمة، ليس عالما ويريد أن تكون له علامة ويافطة العالم، وهذا تزوير وكذب يعاقب الله عليه. فالمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما ورد في الحديث. فالإنسان هنا يتعلم قبل أن يطلب شيئا آخر. أما الذي يقفز المراحل والذي هذا إنسان مدلس يريد أن يدلس على الأمة ويريد أن يغرر بها ويريد أن يوهمها أن هناك علما ولا علم حينئذ. وكينما تكون الأمة بهذا الضعف وهذه الهشاشة سرعان ما يهجم عليها الأغيار ويفتكون بها ويأخذون منها كل شيء، ولا يبقى للناس بعد ذلك إلى شهادات فارغة، شهادات فارغة. لذلك لا أريد أن أطيل في هذا، وإنما أقول لكم جميعا إلى أين المقصد. هذا الآن هو، ولكن ما الغاية؟ ما الغرض؟ ما هو الشيء الحاضر في الأذهان؟ بالنسبة لشباب لابد أن يضعوا نصب أعينهم أهدافا محددة، إنهم يدرسون ليتعلموا، لينخرطوا في سلك العلماء، لينالوا فوزا وفضل العلم واحدة، ليبلغوا لهذه الأمة، لينقذوا الأمة من هذا الانحراف الذي يأتي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، ليحموا تدين الأمة، ليحموا وحدة الأمة لئلا تتشتت، ليحافظوا على الجماعة، لأن الجماعة حافظ عليها هذا المذهب المالكي. إذن هذه رسالته. ثم نحن مسؤولون عن شيء أكبر من هذا، مسؤولون عن نتحدث مع الناس، مع الأغيار، مع الأوروبيين، مع الأمريكيين، نقول لهم نحن لسنا وحوشا ضارية، لسنا سباعا مفترسة، نحن نحمل فكرة، اسمعوا منا فكرتنا، ماذا نقول، ماذا يقول ديننا في حقيقة الإنسان، ماذا يقول ديننا في المرأة، ماذا يقول ديننا في كل المجالات، في الأسرة وما إلى. عندنا شيء كثير يمكن أن نعطيه الآخرين، ولكن نحن يجب أن نتأهل أن نعرف لغات الآخرين. الذي لا يعرف اللغات الأخرى ليس جادا في التبليغ، لا يمكن أن يبلغ. ما كل الناس يستطيع أن يتحدث معك بالعربية فتحدثه بالإنجليزية وبالألمانية بكل اللغات، الصينية، لأجل أنك حامل رسالة، أنت وعاء يحمل رسالة، يجب أن تكون منفتحا على الجميع وقادرا وواضعا في دينك هذا. ثم نحن الآن كما ترون في هذا المعهد وفي غيره نشعر بأن معنا طلبة ذكورا وإناثا من أفريقيا. هناك من جاء صغيرا وحفظ القرآن وحفظ وتلقى علوما، يحضر معنا دائما علماء أو طلباء من هذا النوع من الأفارقة، يحضر هؤلاء ينتقلون إلى معهد بن سعيد. هذه رسالة المغرب الأولى، هذا التواصل العلمي، التواصل الذي يتم أن يكون بالأفارقة هو تواصل على أساس الدين، على أساس الدين، وهو الصلة القوية والوشيجة التي يجب أن نعول عليها. وكانت إفريقيا دائما موصولة مع المغرب، وكان علماء المغرب لهم صيت وصدى هناك، وكان علماء إفريقيا يأتون. فهؤلاء هم أبناؤنا، هؤلاء امتدادنا في إفريقيا، في الدول، هؤلاء الذين درسوا في هذه المدارس يحملون فكرا مالكيا معتدلا حصيفا. وبعض هؤلاء الطلبة ولله الحمد أصبحوا فعلا يحملون علما شرعيا قويا. هؤلاء واحد منهم بألف، الواحد منهم بألف، فنحن نحتضنهم ويجب أن نساعدهم ويجب أن نرعاهم ويجب أن نكون معهم. هذه رسالتنا في الحياة، فمن كتب الله له السعادة كان في هذا المجال، من الإخوة الداعمين، من المحسنين، من الأساتذة المدرسين، من المتعاطفين، من المحبين، لأن هناك من لا يحب هذا الشأن كله، لأنه لا يحب الإسلام أصلاً.
من لا يحب الإسلام لا يحب كل ما يتصل به. هؤلاء المشركون يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبدون ضجرهم من جبريل، كانوا يكرهون جبريل. ولماذا يكرهون؟ وهل بينهم وبين جبريل علاقة؟ هل جبريل كان ينافسهم في شيء؟ كان يحسدهم؟ كان يضايقهم؟ لا، ولكنهم كرهوه، وسجل الله عليهم أنهم كانوا أعداء لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل. لماذا يعادون جبريل؟ لأن جبريل كان جاءهم بالوحي، والذين يكرهون جبريل قديما هم الذين يكرهون الكتاب الإسلامي ويسمونه كتابا أصفر، كأن الأمر باللون، هذا كتاب أصفر يحمل فكرا أبيض ناصعا قويا. وهؤلاء يكرهون المسجد ويضيقون به، ويكرهون المدرسة، ويكرهون أهل القرآن، ونحن لسنا، هذا ليس من شأننا أن نواجههم، ليس من مشروعنا أن نواجههم. نحن ندعوهم، نحن نبين لهم، نحن نتركهم حتى يعودوا، وإذا لم يعودوا فسيأتي الله بقوم أفضل منهم يحبهم ويحبونه. إذن فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. إذا كان شخص لا يريد فلندعه، ليس هو الوحيد في الدنيا، ليس به تمتلئ الجنة، ليس ضروريا في هذا الدين، ولكن إذا كان هناك من يريد أن يكون على الهدى فيجب أن نسعى له، من لم يكن فلندعه ولا نملأ به ذهننا، ليس ذهننا فارغا وليس لنا من الزمن ولا متسع لأن نعطي الناس هؤلاء من انتباهنا ومن فكرنا ما هم دونه مقاصرون. فلذلك دائما أقول إن السجال، إن العمل الآن هي عملية تعليم نشر العلم، وأنتم كل واحد منكم يتعلم، وأخوانكم ذهبوا وخرجوا الآن أصبحوا بالألاف، وقد ذهبوا وانتشروا، وكل واحد منهم يجب أن يحمل الرسالة وأن يذهب إلى أهله وإلى قومه، وأن يحيي القرآن في بلده، وأن ينشر هذه الأخلاق، وإلا سيأتي الآخر، سنجد أنفسنا أمام المجهول، ولن نجد شيئا أفضل من القرآن ولا من علوم الشريعة. إذن هذا توجيه بالنسبة لهذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.